Samidon, Samidon, Tihabat Mutaliban, Samidon, Samidon, Tihabat Mutaliban. هاد الوقفة مديورة بالاحتجاج على الانتخابات اللي ما وقعوش واللي كان خصهم يدارو في 2019 ديجا وما داروش، ودابا هادي عامين باش ما داروش. ومن ما كتكونش الانتخابات ديال المجالس كتكون هاد المجالس ما كتبقاش عندها الشرعية القانونية باش يمكن لها تحاول مع الوزارة. المجلس انتهت الصلاحية ديالو نهار 31/2019، وفي 2019 كان خصهم يديروا الانتخابات وما داروش الانتخابات، والقانون ديال 76 كينص على الانتخابات. اكثر من هذا كاينين واحد الانتخابات كيداو وسط لو موندا، وسط لو موندا اللي كوسط الولايه كل عامين. حتى هذوك ديال 2017 ما داروهاش، ما اكتفوش باش ما داروش 2017، داو ما داروش 2017 وما داروش 2019. يعني بلغه اخرى، هاد الناس اليوم لا شرعيين وما عندهم حتى صفه قانونيه باش يمثلوا الصيادله. كانت واحد الظرفيه ديال الجائحه، قام وزير الداخليه، السيد وزير الداخليه، بارسال واحد المراسله اللي كيقول فيها بانه il ne voit pas d'objection à la tenue des élections باحترام à condition باش يكونوا محترمين لي مزور سانيتير. مع ذلك ما داروش الناس دابا لي ريبريزونطون لي كيسون دابا في لي كونسي ريجيونو ما داروش لي زيليكسيون. كانت مراسله ديال السيد السيد الامين العام، حتى هي ان با يو دو ريبونس. كانت مراسله من السيد رئيس الهيئه الوطنيه، ما كانت حتى شي ريبونس. حنايا لا باز لي فارماسيان دو لا باز اون ا دوموندي ما كيسمعوش لينا. لو ريزولتا النتيجه ان حنا اليوم عندنا هيئات غير شرعيه اللي هو السيد الوزير الصحه كيطعن فيها. دونك حنا اليوم سي ان سيكتور كي نو بو با اتر ديفوندو ليغالمون، ما يمكنش، ما عندناش هيئه شرعيه اللي تدافع عليه. الشعب، الله، الوطن، الملك، ومنصور.